وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الشارع مع أنا والزميل جمال البنا. أهلا بك. أهلا بك. دلوقتي أصبحنا نعيش عصر غير مسبوق من الإصلاحات والإنجازات والتطوير، طبعا إنشاء مدن جديدة والعاصمة الإدارية والاهتمام ببناء الشخصية، وأكيد في تحديات وصعوبات. كل ده وأكتر هنتكلم فيه مع دكتور محمد صالح، عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات وعضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. مبدئيا يا دكتور، طبعا في ناس كتير بتتكلم إن احنا بنهتم ببناء المشاريع والمدن الجديدة والعواصم وتطوير الطرق والكباري، ومهملين خالص دور يعني إصلاح في الشباب القوى البشرية. عايزين نعرف ده من خلال حضرتك طبعا دور الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر سيادتك على الدعوة الكريمة. في الحقيقة حضرتك سألتي سؤال في غاية الأهمية، لكن الراصد بشكل دقيق لتحركات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة هيتضح بشكل واضح جدا زي الشمس إن فيه أكثر من محور. أبرز هذه المحاور، محورين مهمين جدا حضرتك اتكلمت عنهم في سؤالك، هو الاستثمار في الحجر وجنبه الاستثمار في البشر. استثمار في الحجر بنتكلم في استثمار في مدن صناعية، في عاصمة إدارية، في مدينة العالمين، في مدينة الجلالة، في مدن صناعية عملاقة قوية، في مشروعات قومية، في طرق، في بنية أساسية، في حاجات كتيرة جدا. ده في إطار الاستثمار في الحجر. لكن جنب هذا المسار كانت الدولة المصرية عينها على محور في غاية الأهمية، هو الإنسان المصري. الإنسان المصري على قناعة، القناعة في قناعة مطلقة من القيادة السياسية بأن الإنسان المصري هو أساس التنمية وقائدها. وبالتالي مش غريب أن الدولة المصرية من 2017 أعلن في خمس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء على طلب من الشباب الموجودين في أحد مؤتمرات الشباب في إسماعيلية، وافق فخامته على إطلاق الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب. أكاديمية وطنية لتدريب الشباب معناها ده مضخة قوية تقدر تخرج للمجتمع المصري قادة وقامات كبيرة في مجال العمل العام بمختلف قطاعاته. النهاردة الأكاديمية بنتكلم عن سنتين ونص، أعتقد أنجزت ما يمكن أن نطلق عليه إنجازات ولا يعني تعادل 20 سنة من إنجازات أي مؤسسة حول العالم. فاللي عايز أأكد عليه حضرتك أن الاستثمار في الحجر ملاصق ليه تماما، والوجه الآخر ليه في الدولة المصرية استثمار في البشر. مش مجرد أكاديمية وطنية، لكن حقيقة لما ترجعي شوية هتلاقي إطلاق بنك المعرفة عشان يضاعف حجم المعرفة موجودة في مصر. ده هدفه بناء الإنسان والباحث المصري. لما نتكلم عن فيروس سي، لو رجعنا للتاريخ كده من حوالي كام سنة، كان فيروس سي تحدي عنيف جدا بيواجه الدولة المصرية. كون الدولة المصرية فتحت هذا الملف وانتهت منه تماما بشكل فريد يدرس في كل أنحاء العالم، هدفه في الآخر إن أبني إنسان مصري يبقى عنده صحة، قادر على الإنجاز، قادر على العطاء، قادر على الإنتاج. إذا الإنسان المصري في قلب وبؤرة اهتمام القيادة السياسية، بالإضافة للبناء في الحجر في نفس التوقيت. طب هو بيتم الاختيار بدخول الأكاديمية عن طريق إيه؟ الأكاديمية الوطنية منصة قوية، مش مجرد منصة إقليمية، ده منصة تكاد تكون دولية. النهاردة بيأتي لها شباب من كل دول العالم، ولكن تتخيل منتدى شباب العالم الأخير كان حاضر فيه 7200 شاب من 184 دولة حول العالم. وبالتالي فالأكاديميات الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب أصبح النهاردة براند عالمي قوي جدا. الأكاديمية جواها توليفة مختلفة جدا من البرامج، تتعدى أو تقترب من 20 برنامج مختلف، كل برنامج له اشتراطاته. لما نتكلم عن البرنامج الأكثر شيوعا وبرنامج الرئاسة لتأهيل الشباب للقيادة أو البي اللي بي، ده هدفه ان يؤهل قادة من الشباب لحد مستوى سني 30 سنة. يكون اي خريج جامعة بيتاح ليه انه يقدم على اللينك بتاع الاكاديمية، ويتم من يجتاز مجموعة من المراحل يتم قبوله. في برنامج لشريحة سنية اعلى شوية وهو الاكزيكتيف بي ال بي او الاي بي ال بي اللي هو البرنامج الرئاسي التنفيذي، ده موجه للعاملين من القطاع الحكومي اللي بيصل سنهم ل 45 سنة، وده برنامج مختلف شوية عن البرنامج التاني. ده مجموعة من الشباب عندهم خبرات عاملين بالقطاع الحكومي، وبالتالي بديله مهارات تدريبية مختلفة بيستلزم التدريب انه يمر ويجول ويصول في بعض الدول الاخرى عشان نقدر ننقل التجارب الناجحة من دول اخرى داخل مصر. وبالتالي فده بيبقى احد اهم اشتراطاته
ان مفتوح السن لحد 45 سنه يكون عامل بالقطاع الحكومي ويكون حاصل على التويفل، لان طبيعه البرنامج نفسه بيستلزم سفر للخارج، وبالتالي لازم يبقى عنده حد ادنى من اللغه. لما نتكلم مثلا عن برنامج الاكاديميه خطط فيه خطوات بثبات قوي جدا خلال الفتره الاخيره، وهو المسؤول الحكومي المحترف. لما الاكاديميه بتحاول تجس نبض المجتمع وبالتالي تحاول تقدم تشخيص وحلول في نفس الوقت، كانت احدى المشاكل الموجوده في المجتمع ان المكاتب الاماميه والموظفين اللي بيتعاملوا مع الجمهور في نقص كفاءه شويه، فخصص هذا البرنامج على ضوء احتياجات المجتمع بالتنسيق ما بين الاكاديميه والجهاز الحكومي في مصر، وتم تقديم المسؤول البرنامج مسؤول حكومي محترف. النهارده يقترب تقريبا 25,000 متدرب تدربوا على هذا البرنامج. هدف هذا البرنامج رفع مستوى ومهارات وكفاءه العاملين في المكاتب الاماميه اللي بيتعاملوا مع الجمهور، عشان يتعلموا بقى مهارات التعامل مع الجمهور ومهارات اداره الوقت وازاي يلبوا الطلبات المختلفه في كل الاجهزه الحكوميه المختلفه. وبالتالي كل برنامج داخل الاكاديميه الوطنيه له اشتراطات معينه وموجه لشريحه معينه. في برامج تانية موجهه للدعاه، في برامج موجهه للعاملين في الاجهزه القضائيه، في برامج موجهه للمقبولين بالاجهزه القضائيه عشان ينموا مهاراتهم على مدار فترات مختلفة، عشان يبدأ يتعلم يعني ايه امن قومي، يعني ايه اقتصاد معرفي، يعني ايه تحول رقمي، يعني ايه كل المجالات المختلفة من المعرفة. يعني الأكاديمية لمت كل المجالات تخدم والله يعني هي التوجه كده. لكن بنتكلم النهاردة في دولة فتية عملاقة قوامها يتجاوز 100 مليون مواطن، وبنتكلم في أكاديمية عمرها لما يتجاوز سنتين أو سنتين ونص، فلسه في تقديري ما زالت التجربة تجربة وليدة. لكن اللي قدرت الاكاديميه تنجزه في خلال السنتين دول اعتقد يعادل ما يتم انجازه في مؤسسات عملاقه دوليه على مدار سنوات طويله جدا. نقدر نقول يا دكتور ان هي الاكاديميه يعني بدات تجني ثمار ولو كانت بسيطه، ولكن ده في مردوده بقى في الشارع المصري بقى مختلف، يعني الناس حست ان في كوادر بدات تطلع وبدات يبقى لها راي، وان الدوله واقفه في ظهرها وبتساندها وبتدعمها. شباب كتير اتخرج من الاكاديميه، والشباب بيقدموا تجارب ناجحه في كل ربوع مصر، سواء كانوا نواب وزراء ونواب محافظين او ايا كان الاماكن اللي بيشغلوها. دي تجربه ما زالت في المهد، لسه خاضعه للتقييم والتطوير، وده اللي بيحصل بالفعل. لكن بالفعل لا، في نماذج مشرفه جدا. يكفي منتدى الشباب العالم لما يكون بينظمه والشباب خريجين البرنامج الرئاسي والعديد من البرامج الاخرى. لكن الفكره ايه؟ ان ساعتك انا ببص على اللونج تيرم او المدى البعيد، ان الشاب النهارده اللي يشغل منصب معاون او نائب محافظ لمده 3-4-5 سنوات تقدر بعد فترة تجيبه في موقع قيادي ويبقى نمبر 1، وانت بمنتهى الموثوقية ان هو متدرب كويس، خد خبرات كويسة، قدر يتعامل في ملفات كويسة، قدر يدير ازمات في المستوى الاحترافي، عنده مهارات التواصل مع المجتمع ومع الجماهير ومع القيادات، فاهم اطر قانونية واطر تنظيمية كويسة جدا، فاهم في الاطار العام للإدارة المحلية. وبالتالي هو ده الهدف الاساسي، ان انا يبقى عندي صف تاني وتالت وعاشر، يبقى عندي رصيد ومخزون استراتيجي من القوى البشريه في الدوله، بحيث لما ابدا اهل الشباب ده ويشغل اي مناصب قياديه يبقى عندي شباب. ودي في الحقيقه كانت اشكاليه كبيره بتواجه الدوله المصريه في 2015، لما الدوله المصريه مع تولي فخامه السيد الرئيس مقاليد البلاد في 2015 كان عنده توجه قوي جدا ان هو يدمج الشباب في العمليه السياسيه لا، لما عدنا ندور ما كانش فيه فعلا، الشباب مش مؤهل لهذا الموضوع. فالنهارده السباق السياسي وفتح الساحه السياسيه واعطاء الامل للشباب ان هو ممكن يوصل لكل طموح اللي هو عايزه، ده في الحقيقه ساهم بشكل كبير في ان الشباب يبقى عنده دافعيه كبيره لتطوير قدراته وبناء نفسه والاستثمار في نفسه. وبالتالي احنا النهارده بنقول الاستثمار في البشر مهم جدا، لا ربما يكون اكثر اهميه من الاستثمار في الحجر، وده الخطى اللي بتمشي عليها والطريق اللي بتتولاه الدوله المصريه بشكل واضح جدا. الجميل برضو في الموضوع يا دكتور ان الفكره تيجي من شاب في منتدى شباب العالم. نعم. يعني وان القياده السياسيه مش معنى ان شاب قال فكره، لا، لما بتكون فعلا فكره صحيحه وتقدر تفيد البلد على طول القياده السياسيه بتنفذ. يعني انا عايز اقول لسيادتك والمشاهد الكريم ان فكره مؤتمرات الشباب نفسها كانت فكره عبقريه، وما كانش في حد ابدا حول العالم اي قياده يبقى مر بظروف الدولة المصرية في 2011 و2013. وهذا المخاض الصعب والظروف القاسية جدا جدا جدا، وحد يبقى عنده جرأة زي السيد الرئيس ان يفتح حوار مفتوح مع كل شباب المجتمع بهذا الشكل، ويعمل مؤتمرات الشباب اللي تمت في أسوان وفي القاهرة وفي اسكندرية وفي شرم وفي اسماعيلية. في 2017 في شهر يناير طرح احد الشباب فكرة ان يبقى في أكاديمية وطنية، ده كانت فعلا فكرة نشأت من أحد الشباب في مؤتمر يناير في إسماعيلية 2017.
بعدها بست شهور فخامة السيد الرئيس أطلق إحدى توصيات مؤتمر الشباب ساعتها، قال إنشاء، أصدر قرار بإنشاء الأكاديمية الوطنية. تمام. بعدها بأقل من سنة كان تم إنشاء الأكاديمية بالفعل، وأصدر سيادته قرار بإنشاء أو بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية برئاسة فخامته هو شخصيا، عشان يأكد تمام. ان ده مولود شرعي فخامة الرئيس، وان ده مشروع هو يتبناه شخصيا، وان دي بالظبط ان ده يعني هو الحاضن الشرعي لهذا المشروع. وبالتالي دي كانت رسالة قوية جدا جدا ان هذا المشروع جاء ليستمر، جاء ليخرج اجيال واجيال من الشباب المصري، جاء ليكون مفرخة بمثابة رصيد استراتيجي من الامن القومي الشبابي للدولة المصرية. تمام. هنروح بقى لنقطة تانية يا فندم، العاصمة الإدارية الجديدة. في أسئلة كتير الناس بتطرحها حوالين العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال مقاليد الحكم من القاهرة، من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء العاصمة، وفلوس العاصمة جاية منين. في حاجات كتير جدا، فنتمنى حضرتك توضح لنا. والله سيادتك سألت أسئلة متداخلة جدا، محتاجة حلقات عشان نجاوب فيها. بس أنا هحاول ألخص الموضوع في عجالة سريعة جدا. نمرة واحدة، العاصمة الإدارية الجديدة، أنت بتتكلم عن مدينة شارعين وحارتين، أنت بتتكلم عن مدينة عاصمة بمعنى كلمة عاصمة، مدينة تعادل بالضبط مساحة سنغافورة بالكامل. تمام. تعادل مساحة دولة. تمام. وتعادل أربع أضعاف مساحة واشنطن. تمام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان الاداره المصريه والقياده المصريه تفوقت على نفسها في ان ازاي تستثمر جزء من صحراء مصر الشاسعه، وتقدر تحول المكان اللي في الجبل ده، زي عندنا جبال كتير طول ما انت ماشي في الطرق الصحراويه في جبال كتير عندنا طبعا. ازاي تمسك مكان وتستغله بشكل استراتيجي ويبقى عندك رؤيه بهذا الشكل، تقلبه النهارده يبقى عندك عاصمه اداريه عملاقه، هي قبله لكل النهارده الناس بتفكر ازاي الدوله المصريه قدرت في هذه الظروف القاسيه جدا انها تعمل عاصمة إدارية مصنفة النهاردة من أفضل المدن في العالم. تمام. عايز أقول لسيادتك أن الدولة المصرية، وأنا قلت الكلام ده أكتر من مرة على الهواء ومسؤول عنه، وتم التصريح به من أكتر من مسؤول قيادي رفيع المستوى في الدولة المصرية، الدولة المصرية لم تكلف خزانة الدولة جنيه واحد. تمام. وأكد تاني، لم تكلف خزانة الدولة جنيه واحد، وده فعلا العبقرية في إدارة ملف المال للدولة المصرية النهاردة. لكن إزاي تم الموضوع ده؟ ازاي تم استثمار قطعة في الجبل وتم تخصيصها لبعض الشركات وبعض المؤسسات الدولية، وازاي نعمل النهاردة يا فندم لما اقول لسيادتك ان النهاردة في مركز تحكم في الدولة، ده احد بس النقاط الموجودة في العاصمة الادارية الجديدة. بيقدر يتحكم في العاصمة الادارية بالكامل الكترونيا، كل مرافق العاصمة الادارية بالكامل من خلال 6000 كاميرا موجودة، كاميرا مراقبة موجودة في كل ابعاد العاصمة الادارية، يقدر يراقب على كل المرافق الموجودة. اذا كله مرصود. نعم. عايز اقول لسيادتك لما تتكلم النهاردة عن حي الدبلوماسي او حي السفارات، ازاي العبقرية المصرية تجمع كل السفارات الموجودة في مصر اللي موجودة في مدن مختلفة ومحتاجة تأمين وتحتاجة في مخاطر عالية جدا، ازاي تجمع كل الاماكن دي وتحطها في حي واحد اسمه حي السفارات او الحي الدبلوماسي داخل العاصمة الادارية الجديدة، دي عبقرية مصرية. لما تتكلم على الحي الحكومي النهاردة اللي هو جاهز النهاردة للتشغيل بالفعل، يبقى فيه مبنى مستقل على احدث مستوى لكل محافظة، لكل وزارة، مبنى مستقل لمجلس النواب، لمجلس الشيوخ، مبنى مستقل جاهز النهاردة لمجلس الوزراء، لمقر الرئاسة، لوزارة الدفاع، يبقى انت النهاردة امام يعني تعظيم سلام الإدارة المصرية والقيادة المصرية اللي كان عندها وجهة نظر سابقة لزمانها وأوانها، وقدر في خلال سنتين ونص أو ثلاث سنوات يخلي الكلام النظري لما اتطرحت فكرة عاصمة إدارية كانوا أعداء هذا الوطن والمترصدين ليه بيقولوا ده أنتوا بتهرجوا، ده أنتوا بتحلموا، ده أنتوا بتضحكوا، ده أنتوا بتبيعوا الوهم للناس. النهاردة العاصمة الإدارية أصبحت واقع موجود. لكن أنت تخيل سيادتك النهاردة مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية إن هي يستوعب 17,000 مصلي في وقت واحد، اكبر مسجد تقريبا. لكن انت تخيل عاصمه اداريه ان هي مساحتها 25 كيلو في 25 كيلو يتخللها النهر الاخضر بمسافه 35 كيلو عشان يربط كل مدن العاصمه الاداريه ببعضيها. فانت بتتكلم في عاصمه عملاقه هتكون وجهه مصر ووجهه المنطقه العربيه بكامل الفتره الجايه، هتقول ان الانسان المصري قدر يستعيد امجاده وحضرته وريادته، وتقدر تقدم المصريين للعالم بشكل يليق باسمه وحضرته وتاريخ المصريين. طب نقدر نقول المرحله الاولى من العاصمه يعني هنبدا نشوفها يعني في النور امتى؟ شبه انتهت يعني نقدر نقول ان الوزارات قربت تلف فدان، ودي شبه خلصت بالفعل يعني قريبا نقدر نشوف ان الوزارات اتنقلت نص مليون متر مربع، دي شبه انتهت بالفعل. وسياده الرئيس من حوالي شهر كان بيتابع بنفسه شخصيا وبيتابع كل المشروعات، اعتقد جاهز للافتتاح تماما،
واعتقد احنا من سابق الزمن في التجهيز للانتقال للعاصمه الاداريه الجديده، واعتقد ان المشروع اللي طرحه في خمط الرئيس اول امبارح بتحسين بعض الدخول منها بند مخصص للي هيتنقل للعاصمه الاداريه الجديده، ان خلاص احنا بالفعل خلاص في طور التنفيذ بالفعل. تمام. فاحنا على وشك ايام بسيطه هتلاقي كل وزاراتنا وكل اجهزتنا في العاصمه الاداريه الجديده. هو في الاول وفي الاخر يا فندم هو تحدي امام العالم كله ان احنا في ظل الظروف دي نقدر نعمل حاجات كتير، منها العاصمه ومنها حاجات تانية كتير في ظل ازمه كورونا لو احنا تطرقنا. تماما، هو ده احد المشروعات. لكن انت بتتكلم مصر بتتحدى اخر تعداد حصل المشروعات القوميه اللي تمت في مصر في خلال اخر 5 سنوات، التعداد ده الحصر ده كان من حوالي تقريبا سنه تقريبا، تجاوزت هذه المشروعات 15000 مشروع. فلما نتكلم في المشروعات القوميه حدث ولا حرج، رقم هائل. بس لما تسيب العاصمه وتتكلم في العالمين هتلاقيها لا تقل براعة ولا ابتكارية. تحفة العالمين الجديدة. لما تتكلم عن الجلالة، لما تتكلم عن المنصورة الجديدة، لما تتكلم في حاجات كتيرة جدا بتحصل حاجات في مصر. حاجات محتاجة وقفة. لا فيها شغل الشعب المصري مختلف. لا، الدولة المصرية بتبني وتبني وتسارع الزمن في البناء. الدولة المصرية بتستحضر عراقتها وتاريخها. الإنسان المصري قادر إنه يعمل إنجازات على الأرض تفوق أي حد يقدر يعملها في المنطقة بالكامل. تمام. طب يا دكتور، دلوقتي في طبعا مبادرات كتير اطلقت من السيد الرئيس، بس في مبادره هي لمست الشارع المصري ولمست الناس البسيطه اللي هي ملهاش بقى في السياسه ولا ليها في اي حاجه، اللي هي مبادره حياه كريمه. حتى الاسم بتاعها يعني حياه كريمه، الانسان بسيط ان هو يعيش حياه كريمه. عايزين نعرف هي وصلت لحد فين دلوقتي. والله اسمحي لي والمشاهد الكريم ارجع لك شويه بازاي ظهرت فكره مبادره حياه كريمه. دي ظهرت في نهايه 2018 ليله راس السنه، ومع بداية السنة جديدة كده سيادة الرئيس قعد مع نفسه وتأمل وكتب تويتة كده على حسابه الخاص على تويتر وعلى الفيسبوك. كان معناها انه هو سيادته لما نظر يتأمل عام مضى وعام قادم، فلقي ان الانسان المصري البسيط هو البطل الحقيقي للدولة المصرية، وهو اللي خد معركة البقاء والنماء او الانتماء او البناء. البقاء ان الدولة المصرية كانت عرضة للضياع زي ما دول كتير جدا حوالينا، والبناء ان الدوله المصريه النهارده بتبني يعني بتبهر العالم باللي بيحصل. فالف فخمت ساعتها ان الانسان المصري البسيط هو اللي خاض تجربه وتحديات البقاء والبناء، وبالتالي فهو ساعتها سيادته قال ان احنا لازم نفكر في حاجه تقدر فعلا ترد جميل لهذا الانسان المصري البسيط. ودي فعلا كانت الولاده الحقيقيه لفكره حياه كريمه، ان يوجه اجهزه الدوله بالكامل انها تشتغل مع المجتمع المدني عشان نقدم حاجه للمواطن البسيط. بدات المشروع من 2019 و2020، تم الدخول لحوالي 270 قريه مصريه. الفكره كانت لسه في بدايتها. ايه اللي بيتقدم للقريه النهارده؟ طبعا يعني حاجه تفوق خيال وتوقع اي انسان. تدخلي القريه بتعملي بنيه اساسيه كامله بما فيها صرف صحي كامل، الميه النظيفه، الغاز الطبيعي، بتعملي مدارس، بتعملي مكاتب بريد، بتعملي ملاعب، بتشوف الناس معدوم الدخل ومحدود الدخل اللي بيوتهم غير أدمية بتحاولي تعملي بيت يليق بحياة المصريين، الناس اللي عندها أسقف محتاجة تعمل بتعمل، اليتيمات اللي عايزين يتجوزوا بالزواجهم. فالمبادرة حقيقي مبادرة شمولية غير مسبوقة في تاريخ مصر ولا في تاريخ العالم. مع نجاح هذا المبادرة وفي خلال أول سنتين امتدت المبادرة ل 270 قرية، كانت أول سنة 147 قرية وتاني سنة 123، خلصنا ال 270 قرية في أول سنتين. فخامة الرئيس تقريبا من شهرين أعلن فخامته امتداد المبادرة ل 1500 قرية مصرية. وبجد ده موضوع يفوق تحديات وتخيل أي حد. طبعا. إن النهاردة العالم بيئن ويضج من التحديات الاقتصادية العنيفة، والاقتصاد كلها واقفه بسبب كورونا وتحديات كورونا والانكماش اللي من قوي كتير. واحنا الدوله المصريه من شهرين تقول انها هنمد المبادره ل 1500 قريه مخصص ليها طبعا. 500 مليار جنيه تخلص في خلال 3 سنوات. ده الكلام ده من شهرين ثلاثه. والاسبوع اللي فات نعل الحزمه من تحسين دخول المرتبات والمعاشات وغيره وغيره وغيره. اذا بجد احنا امام واقع مختلف. بيقول الدوله المصريه واقفه على ارض صلبه، الدولة المصرية في الوقت اللي اقتصادات العالم كلها بتتهاوى، الدولة المصرية قادرة تقف على أرض صلبة وقادرة ترد الفضل والجميل للإنسان المصري البسيط اللي واجه تحديات عنيفة جدا. وأمام هذه التحديات كان انحياز واضح للدولة المصرية
وده بيبين مدى الطبيعة الطيبة والمحترمة للإنسان المصري، إن في وقت التحديات الدولة المصرية لقيت الإنسان المصري اتحمل وتحمل وتحمل، وبالتالي في خمسة سنة الرئيس كان مصر بإخلال إطلاق مبادرة حياة كريمة إن يرد الفضل اللي قاله، وإن الإنسان المصري البسيط يبني ثمار هذه التنمية. وبالتالي النهاردة إحنا بنتكلم عن ريف مختلف. طبعا. ريف النهاردة فيه مرافق وفي مياه نظيفة، في مدارس، في مستشفيات، المستشفيات والوحدات الصحية في هذه القرى بتؤهل عشان يدخل فيها التأمين الصحي الجديد. وبالتالي فاحنا أمام واقع مختلف تماما بقول الدولة المصرية بتمد إيدها للمواطن، وإن المواطن البسيط ده اللي تحمل وتحمل وتحمل آن الأوان أن يجني الثمار ليه والابن والأحفاده إن شاء الله رب العالمين. طب دكتور محمد برضو عشان يعني مش هنبعد عن حياة كريمة، بيتم اختيار الكرة دي ازاي والمراكز اللي بيبقى فيها دي على اي اساس؟ بشكرك على هذا السؤال. الدولة النهاردة بتشتغل بشكل علمي مش بشكل عشوائي ولا عاطفي ولا اي اعتبارات اخرى. سيادة الرئيس مجرد ما اطلق المبادرة تم الاعتماد على مصدرين مهمين جدا، الجهاز المركزي للتبع والاحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء، وفروا بيانات عن الكرة المصرية بالكامل. وفروا بيانات عن ايه؟ بيشوف عدد السكان والدخول والموظفين وهكذا وهكذا، وبالتالي بيبدأ يشوف متوسط دخل كل مواطن. وتم اختيار القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية بمعيار بالمسطرة، بحيث النهاردة مفيش تحيزات شخصية، بس مع اختيار القرى بدأت القرى تبقى كتيرة، فبدأ كل مجموعة قرى يبقى ياخد المركز بالكامل. فالنهاردة بنتكلم عن 1500 قرية تمس أكثر من 50 مركز على مستوى الجمهورية. دي بداية على فكرة. واعتقد سيادة الرئيس زي ما تعودنا منه على مفاجآت، هنشوف الفترة الجاية برضو هتتسع زمام والرقعة المساحية للمبادرة وهتمتد مراحل مراحل. لكن دعني أقف مع سيادتك في هذه المرحلة، لما تتكلم عن 1500 قرية وحوالي 35 ألف تابع وناجع وعزبة تابعين لهذه الكرة الأم، فأنت بتتكلم تقريبا عن حاجة تمس أكتر من 20-30 مليون مواطن. يعني أنت بتطور تلت الدولة في مرحلة واحدة في خلال 3 سنوات، وبعدين بتطورها من فين لفين؟ بتطورها من حاجة عشوائية تماما لحاجة منظمة على أحدث مستوى عالمي بالكامل. فأنت بتعمل حالة انبهار حياتك لما نشوف الفترة الجاية ونشوف الكرة اللي استفادت من مبادرة حياة كريمة، هتلاقي الحياة اتغيرت تماما. أنت بتتكلم عن مقارنة ما بين بتقارن السودان بأوروبا. فأنت بتعمل نقلة عنيفة جدا 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 بالشكل الإيجابي اللي يقدر يوفر فعلا حياة كريمة للإنسان المصري المحترم اللي واجه تحديات الإصلاح الاقتصادي وقال إن أنا أمام تحديات الأمن القومي المصري، أنا هربط بطني وأتحمل. والحمد لله تجاوزنا هذه المرحلة القاسية جدا جدا بكل اقتدار بسبب صبر وتحمل الإنسان المصري البسيط اللي آن الأوان النهاردة أن يجني ثمرة مبادرة حياة كريمة. طيب هننتقل لنقطة تانية يا دكتور. الأكاديمية بتأهل وعندها برامج خاصة بالمحليات، في برامج مخصصة لكده. أي أكاديمية؟ أكاديمية الأكاديمية الوطنية. تمام. فعايزين نسأل، وسؤال يعني بيسأله شباب كتير، الدولة المصرية متى يتم تفعيل قانون المحليات ومتى نشوف انتخابات محلية في الشارع المصري؟ سيادتك احنا النهاردة يعني بقى عندنا مجلس نواب مستقر وواضح بشكل كويس، بقى عندنا مجالس محلية، بقى عندنا قانون إدارة محلية مطروح من فترة. أعتقد الدولة جادة في هذا الموضوع، في خلال زمن قياسي هنلاقي إن شاء الله القانون المحليات. هو الأهم من قانون المحليات في الحقيقة إن احنا النهاردة نبدأ نجهز بقى شبابنا. احنا النهاردة سيادتك بتتكلم عن عندنا 106 حزب سياسي، 106 حزب سياسي، كم حزب النهاردة جاهز المحليات؟ دي علامة استفهام كبيرة. صح. لازم كل حزب نفسه يجاوب عنها. أو كم حزب في الشارع؟ كل حزب جاهز النهاردة في الشارع. هو ده الكلام. يعني ما جينا نعمل انتخابات النواب والشيوخ اضطرنا نعمل تحالف انتخابي. صح. ليه؟ لأن الأحزاب في معظمها مش قوية، وحتى لما حصل التحالف الانتخابي حصل ما بين تقريبا 11 حزب سياسي. احنا النهاردة نأمل ان احنا نلاقي 20-30 حزب سياسي كويس او كيانات سياسية قوية تقدر تقوم بدورها الاجتماعي على اكمل وجه. لكن متخيل النهاردة ان الحزب السياسي لازم عنده مركز يعد الشباب على المحليات، يعلمهم يعني ايه دور المحليات ويعني ايه جناح شعب ويعني ايه جناح تنفيذي وايه المستويات المختلفه للمحليات وايه دور المحليات اساسا وعلاقه العلاقه بينهم صلاحياته كعضو مجلس محلي يعرفه له حتى في الحقيقه. دور عضو مجلس محلي لا يقل باي حال من الاحوال عن دور عضو مجلس النواب، بل بالعكس ان التجربه بتقول ان الاعضاء اللي خاضوا
المحليات وخدوا دورة أو اتنين في المحليات، لما دخلوا المجالس النيابية سواء النواب أو الشيوخ أداؤهم أداء مختلف جدا جدا جدا. فاهم ليه في الآخر؟ لأن هو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ هو مجرد نموذج مكبر للمجال الشعبية المحلية. فالمجال الشعبية المحلية احنا في أمس الحاجة ليها، الدولة المصرية ما بيغيبش عنها الكلام ده، بس احنا بقى علينا ان احنا نستعد كمؤسسات مجتمع مدني وكأحزاب سياسية ان احنا من النهاردة نجهز شبابنا كويس، ندربه نفهمه نعلمه ازاي يخوض تجربة تخبية ناجحة، وده اللي احنا بنعمله في الحقيقة. والرئيس في احدى المؤتمرات يا فندم كان اتكلم عن المحليات خصيصا وقال لك يعني المحليات ركزوا عليها او خلاص، ما هي المحطة الجاية، يعني هو هي تحت هي المحليات المحطة الجاية في اي تحت وقت نظر الرئاسة. فهل احنا جاهزين النهارده؟ جاهزين ان مجرد ما يطلق يعتمد قانون الإدارة المحلية ويتحدد موعد الانتخابات زي ما تم انتخابات النواب والشيوخ كده بشكل سريع، هل ان الاحزاب النهارده جاهزة بكوادر على مستوى الجمهورية بالمستويات التنظيمية الخمسة على مستوى المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والقرى، هل جاهزة بكوادر عندها؟ هو ده السؤال لازم فعلا عشان ما نستضمش أصلا بناس مش مؤهلة عندها إجابة يعني صريحة، هيبقوا أصحاب قرار بالضبط، ولازم تسابق الزمن النهاردة. لأن في الحقيقة قانون الإدارة المحلية الجديد عامل زي ما الدورة النهاردة بتعمل مشروعات قوية جدا، نفس الكلام القانون عامل نقلة نوعية، مشروع القانون المطروح عامل نقلة نوعية كبيرة جدا، بيدي للمحليات والمحافظ ورئيس المدينة صلاحيات قوية جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت بيلقى عليه مسؤوليات. وعلى الجناح الاخر الشعبي بيدي لاعضاء المجالس المحليه صلاحيات قويه جدا جدا تصل لحد طرح الثقه في المحافظ او رئيس المدينه. تمام. وفي نفس الوقت تلقى عليه مسؤوليات. وبالتالي النهارده ما ينفعش ان اي حد يدخل يبعده مجلس محلي، لا ده انت بتمسك واحد بهديله سلاح قوي جدا جدا يصل لطرح الثقه او الاستجواب للمستوى التنفيذ المناظر سواء كان رئيس مدينه او محافظ، وبالتالي لازم الكادر ده كادر مؤهل سياسيا كويس، وده دور الاحزاب السياسيه. من هنا بدأ الاحزاب السياسيه الاستعداد لهذا الموضوع من خلال اعداد كوادر على مستوى يليق بالدوله المصريه، لان في الحقيقه دور عضو المجلس المحلي مهم جدا. يعني ممكن تلاقي دايره فيها نائب او اثنين لكن فيها 200 300 عضو مجلس محلي. ال 200 300 عضو مجلس محلي دول موجودين في كل القرى والعزب والنجوع والاحياء والمدن، وبالتالي لو ال 200 عضو دول شاف شغلهم كويس قوي 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 وبقى ظهير قوي للدوله وقاموا بدورهم التشريعي والرقاب على اكمل وجه، نقدر بقى نخلي مصر والمدن والعزب والقرى حاجه ثانيه. يعني هتقل شويه من على عبء اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ طبعًا. يعني عضو مجلس محلي يعني هيبقى همزه وسط شويه ما بين الشعب وما بين الجهات التنفيذيه. خلاص ده مواطن عايش في قلب القريه وفي قلب المدينه وفي قلب العزبه، صح. فهو اللي شايف الكهرباء البايظه وهو اللي شايف المدرسه اللي محتاجه ترميم وهو اللي محتاج الطريق اللي محتاج يتعمل له صيانه وهو اللي محتاج المخبز الزحمه. تمام. فبالتالي دول هم خط الامان لامس قوي للمواطن. لا هو خلاص ده هو متلاصق هو عايش في قلب الكتل السكنيه. وبالتالي اعضاء المجالس المحليه دورهم مهم جدا جدا. اعتقد الدوله المصريه بتجهز لهذا الملف في الوقت الحالي، بس زي ما قلت لسيادتك ان الاوان الاحزاب السياسيه تبدا تعد بقى كوادر بجد طليق ان هي تدخل في محليات في الفتره دي. تمام. عشان فعلا دول هم ظهير وامن قومي حي للدوله المصريه. تمام. طبعا يا دكتور ازمه كورونا طبعا واجهت العالم كله، عايزين نعرف من حضرتك ازاي الدوله المصريه واجهت ازمه كورونا. والله ازمه كورونا يعني اسمحي لي يعني اتبقى خالص التمنيات بالشفاء العاجل لكل المرضى والبقاء لله لمن توفاهم الفيروس اللعين، لكن هي الفكرة ان الدولة المصرية زي ما شفنا قبل ما يوصل الفيروس مصر كان وصل للعالم حوالينا، وشفنا دول عملاقة قوية زي اسبانيا وزي ايطاليا وزي امريكا نفسها كدولة عظمى في العالم. احنا شفنا امريكا كل يوم عندها 5-6 آلاف و7 آلاف وفيات في يوم واحد، وشفنا امريكا بجلالة قدرها وبنظامها المتقدمة جدا بتصل لحوالي قرابة 100 ألف مصاب في اليوم الواحد. فشفنا انهيارات قوية جدا لنظم صحية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا في العالم. لما الفيروس وصل لمصر هنا في الحقيقة اهم ما يميز الإدارة المصرية انها كانت سباقة في الحقيقة، يعني كانت سابقة بخطوات في الإدارة، والإدارة في التوقيت المناسب دي مهمة جدا في الحقيقة. شفنا من بدري الدولة المصرية عملت اجتماع مستوى رفيع وفخامة السيد الرئيس خصص 100 مليار جنيه في الوقت الظروف الاقتصادية صعبة جدا جدا. الدولة المصرية خصصت 100 مليار جنيه في بداية الأزمة. شفنا تناغم قوي جدا جدا ما بين وزارة الصحة والتعليم العالي والإعلام والنقل والمواصلات وكل أجهزة الدولة والقوات المسلحة طبعا والشرطة المصرية، كله قام بدور متكامل جدا جدا. ده في الحقيقة اللي خلى وقع الحدث الصعب على العالم
الدولة المصرية تجتازه بأكبر قدر ممكن من الأريحية. هل ما فيش إصابات وما فيش وفيات؟ لا قطعا فيه وما زال فيه وهيبقى فيه برضو الأيام الجاية. لكن لما قارن نفسنا بدول كتيرة جدا متقدمة جدا عننا ومختلفة جدا في الإمكانيات المادية والبشرية، لا الدولة المصرية تفوقت على نفسها في هذا التكامل. وأعتقد النهاردة المنظومة التعليمية النهاردة لما يبقى عندي تقريبا 23 ألف طالب بيتلقوا تعليمهم من خلال المنصات أو من خلال القنوات التلفزيونية، والأمور اتنظمت، عندي في الجامعة حوالي 3 مليون طالب بيتلقوا التعليم الإلكتروني أو يعني نظام هجين نص ونص. فأعتقد الدولة المصرية قدرت تعمل نقلة سريعة جدا، قدرت تطور من قدراتها وإمكانياتها، حصل نوع من التكامل القوي جدا جدا. شفنا الإعلام بيتكلم بالليل عن مترو الأنفاق، بتلاقي وزير النقل الصبح بياخد قرارات وبينفذ، فكان فيه تكامل قوي جدا. الدولة المصرية ظهرت بالمظهر اللائق. أعتقد إن شاء الله نتمنى في القريب العاجل إن احنا نقدر يعني نقفل ملف كورونا ده، عشان وأعتقد على فكرة من أهم الحاجات الغريبة جدا أو المميزة جدا لازم نشير ليها، كورونا خلى اقتصاديات دول عملاقة قوية جدا كانت بتحقق معدلات نمو فلكية تحقق معدل نمو زيرو. زيرو يعني مع الانتاجية مفيش أو بالماينس كمان بالنقص ما قدرش حتى يحقق اقتصادات كبيرة عملاقة انهارت. احنا النهاردة الدولة المصرية كانت دولة رقم 2 على مستوى العالم بعد الصين. الصين حققت معدل نمو كان مستهدف 7.5، لا ما حققش منه غير 5. الدولة المصرية حققت 3.4، وده يعتبر معدل قوي جدا. وعلى فكرة الدولة الوحيدة في المنطقة اللي حققت نفس معدل النمو ده. فعايز اقول لحضرتك يعني ان الدولة المصرية في ادارة ملف كورونا رغم ما كان فيه من احداث صعبة علينا كلنا، لكن الدولة تفوقت على نفسها. لو دولة في ظروفنا وامكانياتنا كان ممكن يبقى حجم الخسائر مفجع جدا. كل التقدير لكل من شارك في هذه الملحمة اللي في مقدمتها وزارة الصحة وال يعني ملائكة الرحمة والقوافل الطبية المحترمة ووزارة التعليم العالي، القوات المسلحة، الشرطة المصرية، وزارة النقل، كل دول لهم كل الشكر والتحية والتقدير. كان في تكامل قوي جدا قدروا يقللوا من حدة الأزمة على الدولة المصرية. أكيد طبعا. حتى كمان في أزمة كورونا يا فندم مصر نظمت كأس عالم للأندية، كأس طبعا. عالم قصدي لكرة اليد يعني ما يجيب وأكبر وأول مرة كأس عالم يبقى بعدد هذه الدول 32 دولة إن هم ييجوا ويتتلعب البطولة على أرض مصر في ظل هذه التحديات والدول العظمى بتنسحب او بتتنحى. دي كانت رسالة ان الدولة المصرية واقفة على ارض صلبة وقادرة تدير ملفاتها باحترافية عالية جدا جدا جدا، وقادرة نظم كاس العالم لكرة اليد في وجود دول عملاقة موجودة تحت الدولة المصرية، وكان اي ازمة كفيلة بان هي تخليك ترجع لورا شهور وسنين طويلة، لكن الدولة المصرية قدرت ان هي تنظم بمنتهى الاحترافية، شاهد لها العالم بالكامل. رسالة. واعتقد بالضبط دي رسالة الدولة المصرية لما حين تقرر تقدر تعمل اللي تقرره. طيب شفنا مؤخرا منذ ساعات القنوات المعادية للدولة المصرية والقيادات المصرية بالخارج بدأت النغمة تتغير. بدأنا نشوف يشيدوا بالإنجازات المصرية وبالدولة المصرية وبالسيادة المصرية، وحاجة غريبة جدا على بقالهم سنين يعني تقريبا يكاد يكونوا ما بيقولوش ولا 1% من اللي بيقولوه من الحاجات اللي هم شايفينها إخفاقات، إنه يقول مثلا مصر متقدمة في كذا ومصر ماشية في كذا. لأ هو كان نقد على طول الخط. فلقينا المسار اتغير تماما برضو بنسبة 100%، ولقينا بقى بين نسمع تسلم ايادي عندهم. بحييك على هذا السؤال، بس اسمح لي كده ارجع لورا شوية بسيادتك 3-4-5 سنين. تمام. بعد احداث 30/6 والصورة اللي حاول يصدرها الاخوة جماعات متطرفة للعالم بالكامل بان ده انقلاب والدولة المصرية وغيره وغيره وغيره، وبعد المنتفعين واصحاب المصالح مشوا في هذا الاتجاه ومارسوا ضغوط كتير جدا على الدوله المصريه، هنا بقى ياتي الاحترافيه في الاداره، ان احنا عندنا اداره محترفه مش اداره لسه بتجرب، اداره فاهمه كويس قوي كل تصرف وكل قرار ابعاده ايه ويوصل لفين. تمام. بدا الموضوع بان الاتحاد الافريقي اللي جنب دوله مصر في الاتحاد الافريقي ياتي بمصر رئيس الاتحاد الافريقي رئيس الاتحاد سبحان الله، والنهارده يدعى الرئيس المصري لقمه الفيشجراد وهي اقوى قمه اقتصاديه بتضم دول وسط وشرق اوروبا، ويبقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اول رئيس يدعى من خارج الاتحاد الاوروبي لقمه الفيشجراد. الكلام ده كان من سنتين. يبقى انت النهارده قدرت تقلب الترابيزه فعلا بجد، قدرت تقول ان الناس اللي كانت بتقول الدوله المصريه كذا وكذا وكذا وده انقلاب وكذا، لا ده هي اللي مؤمنه بيك وبقدراتك، وايه اللي شايفاك رايح فين
ويجي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يرشحك عشان تكون من افضل 10 اقتصاديات بحلول عام 2030. كل ده بيقول الدوله المصريه تفوقت على نفسها في اداره ملف العلاقات الخارجيه. تمام. ان الدوله المصريه ما كانتش بتتكلم كتير اكتر ما بتعمل. احنا ما شفناش تصريحات كتيره تصريحات فيها فتح صدر وكلام. لا احنا شفنا افعال فعلا. زي ما بيتم افعال في المشروعات القوميه الداخليه احنا النهارده بنسمع نفتح مشروع مش هنعمل لا عملنا. لا ياتي هذا الاطار الملف الاعلامي والقنوات المدفوعه الاجر واللي فيها شويه المرتزق والمأجورين اللي هي ابواق مفتوحه على الدوله المصريه. خلاص هم بداوا حاله ياس تقول الدوله المصريه لا الدوله المصريه لا ناجحه وصامده وواقفه على ارض صلبه وقادره تواجه تحدياتها وقادره ان هي تدير بشكل احترافي قوي جدا 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 وان هي بتدير ملفاتها الخارجيه وتحدياتها الخارجيه باحترافيه وبمنتهى الهدوء. اعتقد دي رساله واضحه جدا جدا الدوله المصريه اقوى من اي حد وان اي حد يطلع الدوله المصريه هيجي يوم وهيتحاسب وهيدفع ثمن اخطائه في حق الدوله المصريه وان الدوله المصريه مش بتتكلم باكتر ما بتفعل. والنهارده رساله تعظيم وسلام للاداره المصريه والقياده المصريه سياده الرئيس والقيادات المحترمه اللي ادارت ملف العلاقات الخارجيه باحترافيه غير مسبوقه في تاريخ الدوله المصريه والتحديات العنيفه جدا اللي واجهتها الدوله المصريه من بعد 25 يناير مرور ب 30/6 حتى الان وقدرت ان هي تعيد تقديم مصر للخارج بالشكل يليق ببصر المصريين. طب احنا ممكن نقول ان دول ممكن المذيعين اللي هم كانوا بيتكلموا ممكن ان هم يتحاسبوا؟ يعني اكيد مش اخر مطروح رد. ده كلام مطروح يعني اعتقد الدوله المصريه عندها ملفاتها وعندها نظمها القانونيه واعتقد الدولة المصرية ما بتنساش ابدا ابنائها اللي مدوا ليها زي لسه بنتكلم من شويه مبادرة حياة كريمة طبعا. جات ازاي ان سيادة الرئيس نفسه قال ان المواطن المصري البسيط كان هو الاساس في معركة البقاء والبناء. اذا اللي بيعمل خير في الدولة المصرية بيرد ليه واللي بيسيء للدولة المصرية ايضا الدولة المصرية قادرة تماما ان هي تاخد حقها كويس سواء في القريب العاجل او في القريب البعيد. احنا في انتظارهم بقى ان شاء الله. اللي كسر كوبايه هيحاسب كوبايه واحده اكيد هيحاسب عليه باذن الله. طيب سياده الرئيس فاجئنا برفع الحد الادنى للاجور من 1200 الى 2400 جنيه تمام. ده اعتقد عايزين بس نبذه سريعه كده قبل ما ننهي الحلقه القرارات الاخيره بتاعه الحد الادنى للاجور ورفع رواتب المعلمين. موضوع الحد الادنى للموظفين وتحسين دخول العاملين بالدوله وتحسين معاشات اصحاب المعاشات دي برضو حقيقي دي رساله قويه جدا بتقول الدوله المصريه دوله فتيه دوله محترمه دوله مش ناسيه اهلها. بتقول ان القياده السياسيه موجود في الشارع حاسس بنبض المواطن العادي. الحزمه اللي جت حزمه جت فقط توقعات اي حد منتظرها. احنا بنتكلم في علاوه بنتكلم معرفش في ايه النهارده بتتكلم في مجموعه حزمه متكامله بتمس كل عاملين بالقطاعات المختلفه في الدوله. لما تتكلم عن علاوه 7% للمخاطبين بقانون الخدمه المدنيه و13% غير المخاطبين. لما تتكلم عن رفع مستويات المعاشات كلها 13%. لما تتكلم عن ضم العلاوات علاوتين قدام للمرتب انت بتتكلم عن حزمه مكلفه جدا جدا جدا. لكن تتخيل سيادتك ان كل 10 جنيه بترفعها في المعاشات بتكلف الدوله المصريه في السنه مليار جنيه. كل 10 جنيه كل 10 جنيه طبعا انت عندك 10 مليون واحد بياخدوا معاشات. لو ضربت 10 مليون في 10 في الشهر 100 مليون في سنه مليون وربع مليار وربع ده 10 جنيه انت زودت 10 جنيه فالنهارده انت بمنتهى الجرأة بتمد ايدك وبتحسن الدخول وبترفع الحد الادنى للاجور ل 2400 جنيه. خلي بالك الحد الادنى ده كان من فتره صغيره جدا 1200 جنيه صح. فكونك انت في زمن قياسي فعلا ده كان لسه مرفوع قريب تضاعف الحد الادنى للاجور وترفعه من 1200 من سنتين ثلاثه ما فيش غيرهم ب 2400 ضعفته في خلال سنتين صح. ده اعتقد ده وضعفته دولة في العالم يعني. وده بياكد ان الدوله المصريه جاده تمام في تقديم حياه كريمه تليق بالمواطن البسيط وان الدوله المصريه جاده في ان هي تحسن مستويات الدخول. سيبك من الالفاظ الرندانه والكلام السياسي والمتاجره بالدوله وخلافه. لا المواطن البسيط النهارده بيجني الثمره بجد. لما نتكلم النهارده عن تكافل وكرامه لما نتكلم عن حياه كريمه لما نتكلم عن موضوع رفع الدعم وتقديم دعم نقدي للمستحقين لما نتكلم عن الاسر المعيله لما نتكلم عن المراه المعيله لما نتكلم عن محدود الدخل لما نتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصه لما نتكلم عن كل هذه الملفات تؤكد كلها في اتجاه واحد ان الدوله المصريه بتمد يد العون لمحدود الدخل وعايزه تحسن من مستواهم بجد
بالزي ما يشاع دايما يقول لك المجتمع بقى فئتين، فئه فقيره وفئه غنيه. لا بالعكس، كل توجهات الدوله بتقول ان عايزه تمد ايدها بجد للفئات الفقيره دي عشان تحسن مستوى دخولها. لما تتكلم عن مبادره التمويل العقاري النهارده وان الدوله المصريه تخصص النهارده تمويل بالقسط على 30 سنه بمعدل فائده 3%، ده موضوع ولا حد يتخيله. ده النهارده بيتيح لاي مواطن في الدوله عايز يتملك شقه بجد ان يقدر يتملك، وده امن حقيقي للاسر المصريه، وده اللي بيزرع ده اللي بيزرع الولاء والانتماء في الاسره المصريه، وده اللي بياكد اللي قلته لسيادتك من شويه، الدوله المصريه جاده فعلا في رفع مستوى معدوم ومحدود الدخل عشان يكون فعلا متوسط الدخل. اعتقد دي كلها بتمشي في اتجاه واحد، وتقول الدوله المصريه بتحس بالمواطن كويس قوي. كل الشكر والتحيه والتقدير لفخامه السيد الرئيس والقياده المصريه والاداره المصريه اللي بتدير ملفات الدوله المصريه بمنتهى الاحترافيه والجرأه والاقتدار في ظروف قاسيه جدا جدا جدا، مش عن منطقه فقط، ده على العالم اجمع. الوقت طويل يا فندم، قصدي اسئله كتير والوقت قصير، ومحتاجين حلقات كتير جدا عشان نستفيد بعلم حضرتك واسئله كتير. يعني احنا ما سالناش نص الاسئله، فاكيد نتمنى ان يكون سيادتك ضيفنا في حلقه ثانيه باذن الله. ونشكر سيادتك على الاستضافه الجميله دي. اعزائي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا النهارده بنقول لكل ام مصريه كل سنه وانت طيبه. غدا 21 مارس هو الاحتفال بعيد الأم المصرية، فبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين أمهاتنا الغاليين، ونشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.